اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع روكت ليج. اليوم المقطع مختلف، ما راح نلعب تعريق، ما راح نلعب بطوله، راح تشوفون بطل ال1 في 1 البطوله اللي سويتها. طبعا انا سويت بطوله 2 في 2 و1 في 1 كلها في تويتش. باذن الله في بطوله جايه باذن الله قريب راح تكون على الديسكورد، فكلكم ادخلوا على الديسكورد، الرابط في الوصف. واللي يبغى يشتري اغراض روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، كود في اس ال يخصم لكم 3%، كذا اكون مستفيد. وشكرا لكم، كود الايتم شوب في اس ال بعد. مقطع اليوم اللي فاز في ال1 في 1، طبعا اللي ما شاف مقطع 2 في 2 و1 في 1 يرجع يشوفها، او اذا تبون تشوفون 1 في 1 لحالها لان كانت متعه. فبطل 1 في 1 او الفائز في 1 في 1 تبارى مع وجيه، وجيه كي اس اي او صاحب قناه وجيه في اليوتيوب، عنده فوق 50,000 مشترك وما شاء الله في تويتش شغال بثوث. جاء وجيه بثي قال ابغى باري هذا الشخص اللي فاز الجيم او بيست اوف 3، اذا فاز جيمين اي واحد منهم خلاص يعتبر فائز. فاستمتعوا في المقطع قناه وجيه في الديسكربشن، مقطع جميل باذن الله يعجبكم. خليك مع المقطع. احس ودي انزل له اللي اسمه كيو دبليو على $10. كيو دبليو قلت تم ينزل لك وجيه. يا شد حيله يقول اوكي. حرب طاحنه. واضح انه شد حيله الازرق. اول هدف. هو افضل ما فيه انه بيست اوف 3، فلو فاز لو خسر الجيم الاول يقدر يفوز عليه في الجيم الثاني لانه بيصير يعرف لعبه او طريقه لعبه. اوكي والله صامد. لا جيجي 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 والله عرق. يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله جيجي والله شاد حيله كيو دبليو. اول هدف لوجيه، هل وجيه يرجع؟ حلو 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 بس العارضة. يا عيني. روح الماستي. حلو القراية حلو. يو 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 نايس نايس نايس. اوه ما في بوست. جي 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 اوه الحظ. الله العظيم يا ساتر. نايس والله ابغى يجيبها الا لحظه. ها تكه بس بيجيبها. يا ساتر الخشه اعوذ بالله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هذا هدف قايل لكم، هدف قايل لكم، هدف لو شات على طول اتوقع بيصدها. العبها صح. طعم المباراه الحامي يا شباب. ايش فيه؟ هذا اول جيم بيست اوف 3 وراح يحتفل. نايس فرق هدف الحين، فرق هدف. مين بيفوز في الجيم؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. فاز بالكيك اوف وجيه. تاخر بس تاخر. يوه يا ساتر. الو يا القلبه يا ساتر. فاز 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 فاز
فاز فاز فاز فاز والله يا ساتر يا القلب يا وجيه. الأزرق الأمانة ما قصر سوجيه قلبها في لحظة فقط من دقيقة. يا ساتر والله جي جي والله جي جي يا ساتر يا الجيم. يلا يلا إذا فاز وجيه الحين خلاص، وإذا فاز الأزرق لعبون فاصلة. يعني المستي الو ما في بوست جي جي. ما توقعت انه بيفجر في ذا اللحظة اللي قبل هذه، ما اتوقع بيخليه. اتوقع انه هدف. يا ساتر يا ساتر يو البلوك خان هالبوست. جي جي هدف والله بلك صح. ساتر بلوك والله ضغط اقسم بالله ضغط. كيف ضاعت ذي يا ساتر. 3-0 اعوذ بالله. فاز بالكيك اوف فاز. الله بلكاته بلكاته يا ساتر. وين والكيك اوف جي جي خلاص ما تقدر تسوي شيء بعدها. 5-0 يا ساتر. انا احس انه بيسوي شيء وجيه بقرب من فوز او يمكن تعادل معه ما ادري. لكن امزه يعني حلوة لعبة صح بدون بوست. توقع انه بيروح من فوق عطاه من تحت. وجيه يقول من زمان ما لعبتها اتوقع او شيء زي كذا. ايش قاعد يدور؟ اتوقع اللعب انه بيكون مرة جامد. يعني 3 زي ما توقعت 3 اهداف على طول. يعني القلبة حلوة حلوة. لعبة صح والله لعبة صح. يو هدف. اوف والله على بالي عارضة والله يا ساتر. 5-4 مداني اتوقع. الله العظيم علق صف على ذا الحماس على ذا المباراة. وش ذا تغير النتيجة في لحظة. مين صدق ان كانت النتيجة 5-0 قبل اقل من دقيقة او دقيقة. يا ساتر يا وجيه يا ساتر يا وجيه. ما شاء الله تبارك الله. الله العظيم لا تعليق. يو والله بغى يمشي بيصدم اتوقع. قرايه قرايه صح. حبة جنب وحبة ماستي. يا عيني يا عيني وجي وش اللعب ما شاء الله تبارك الله. يا ساتر القلب يا شباب الله قلبه اعوذ بالله. كيو دبليو قسم بالله انه ما قصر والله انه لعيب. بس وجيه ما ادري كذا فجأة ركز ولا ايش ما ادري ما ادري. ناش سيف كله مفكر نفس التفكير. اوه والله كسر هذا فقط هدف. يا ساتر يا ساتر. ما الومك والله ما الومك. يعني
روح اديله هذا بنش على الارض وسجد شوي ما عليه. والله صار البنش. اوه اخذ البوست كيو دبليو. والله الوانز ما تقدر تضمن ابدا. الله جي جي استمتعنا. يعطيك العافيه وجيه، يعطيك العافيه كيو دبليو.